ده سبب السكون، وبرونكيال ازمة، وعندك حاجة اسمها روماتيك اميون روماتيك فيبر، ما بتقدرش ترفعها على جسمك. يا ابني كانوا معظم حاطين كده بنتفع عليهم النهارده وبكره. اخر حاجة يوريناري تراك انفكشن. انت عد معايا 12 هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كنا زمان بنعمل ايه بقى؟ كنا زمان نجيب حالتين ثلاثة ب 40 درجة هي الورقة 50. فالدكتور هشام من يوم من يوم بقى 5 سنين من يوم هو تولى موضوع توزيع الامتحان قال بيجيب ال 10 حالات كل سنة وكل حالة 5 درجة. يعني ما عادش كنا زمان بنعمل ايه؟ مثلا نجيب حالة بيرفكت أكتر ب 20 وبالضيارية والفرق ب 20 ولا بتاعت قال لا طب افرض الطالب ما كانش ذاكر الحاله دي من 20 درجه نجيب ال 10 وكل حاله عليها 5 درجات يبقى 10 حتى 50 درجه. لا يبقى كده راجل ليه من هي على ما تعيش يعني؟ لا لا ما كان هو مش هدفنا نوقعكم، هو احنا هنسال الحاله اصلا اسئله يعني. ايه بس قولوا مش هدفنا نوقعكم يعني يعني مع يعني وانا اعمل كده ليه؟ هو انا اخدعك واقول لك حاجه جايه لا ليه يعني؟ طب انا سالت الجواب وخلاص. دول لا ايه؟ حلو كده؟ يعني اقول لك ال 10 حاجات اهو كل واحده من دي خمسه. اقول لك مثال يا سيدي. يقول لك مثلا ايه؟ واحد عنده 65 سنه وبيدخن و ايه ده؟ اشتكى من فيجوال ديستربنس. جينا نشوف الضغط لقينا ضغطه 195 على 120. أنا خمس أسئلة، كل سؤال إجابته درجة، وكل سؤال إجابته سطر واحد. السؤال ده هيبقى طالب كبير بسطح كمان، هي درجة أصلاً، يعني سطر. هيبقى أول سؤال، هو درجة الهايبرتنشن دي أنهي درجة الأول؟ هايبرتنشن يعني لا يجي لها حتى أعرف إنها تجيلها هايبرتنشن. يعني هي تراجعها بقى على مين هيجي لها. يبقى أول سؤال، شوف طالب كبير هايبرتنشن، خلاص خد درجة. الحاجة الثانية، وات نون ميديكال أدفايس قبل ما تديله دور فبقول له يدخن اهو قول له ستوب سموكينج وويت ريدكشن هو جاي دلوقتي في حاله الاوبيز ولا بتاع ده ثاني هتبقى درجتين. ثالث سؤال وات انيشيال دراج ايه اول دواء كده تفكر فيه تقوله؟ الاول انا كان عندي اول اربع ادويه كنت ايه بي سي دي فاكرين؟ مش دول كانوا اربعه؟ طيب قالوا لنا زمان لما يبقى لفوق 55 سنه ببتدي دايما باي سي اي ما لم يكن الكرياتينين فوق ثلاثه طالما ما قالش ان في حاله من الكرياتين ده خلاص في الجسم وهكذا بقى خمس اسئله كده كل حاله من الشات يجيب لك مقدمه على خمس اسئله من اللي انت عارفه فمحدش يقول بقى الكيسز تذاكرها منين؟ ما هي نظري هو النظر اللي انت عارفه حلو كده مين؟ هات لي بقى الكتاب بتاع طبعا نظري كده كده ريت في 200 درجه تاني اول ورقه ما فيهاش ام سي كيو اول ورقه 75 على الترم الاولاني تاني ورقه هيبقى فيها 50 درجه ريتم و25 ام سي كيو الام سي كيو شامل المنهج كله مش ام سي كيو على الورقه الثانيه بس في لسه 25 سؤال ام سي كيو تبع الورقه الثانيه دول على المنهج كله عارف اللي عنده باترينا وعايز يحط فيها اي حاجه اي كلام في اي كلام شويه دبابيب عشان اي كلام مش احنا كده عندنا 300 درجه نفسنا نعمل منهم محشي ورز بلبن واي كلام حاجات مالهاش علاقه ببعضها المهم يا بيه كده يبقى 200 درجه فاضل 100 فاضل 100 60 درجه انت سحبتهم نص سنه 60 درجه اه صح كان في ناس انا غلطان وعشان 50 دول اللي هم ام بي كيو وال 10 درجات اللي هم اللوك بوك اللي انت سلمته ده خد 5 درجات والبرزنتيشن خد 5 درجات اللي ما سلمش اللوك بوك مش هياخده واللي ما عملش برزنتيشن مش هياخده البرزنتيشن مش لازم انت اللي تعملها كل حلول اللي كل 10 بيشتركوا وبيعملوا اي فنكوش وبيجيبوا ده سي في يكتبوا عليهم ايه الفنكوش ده اللي عامله فلان 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 بياخد 5 درجات مش مهم احنا اللي نشوف اوعى تفكر ان احنا نشوف الكلام ده ايه يعني انت بتسلم سي في متخيل ان انا بقعد اشوفها وانا بعمل بقى اي حاجه بلمهم على بعضهم وباجي للعام اخر السنه اقول له خد ده حساب شوف دول يجيبوا كام يقول لي مثلا يجيبوا 20 جنيه يقول له خد يا العيال على كام ما بيعرفش اي حد بس ما يعني وهكذا ما يفكروش هو الفكره كلها ان ده نشاط الكليه الزمتنا بيه الكليه الزمتنا باللائحه يقول عامل الكليه قال لي حاجه اسمها اللائحه قال له ماشي شوف انت معاه شايف قال لي اللائحه بتقول ان الطالب لازم يعمل برزنتيشن قال له امين يدخل يعمل برزنتيشن وخلاص لكن مش لازم انا اشوفها يعني
بصوا بقى حاطط لك كده صفحه 53 سلام عملي يا معلم. في لسه 40 درجه بقى العملي اللي انا بتكلم فيهم موجوده في 62 صح؟ فاضل ال 40 درجه اللي احنا جايين لهم بره اللي هو العملي مفهوم عملي. هنشوف الامتحان ازاي. هات لي كده صفحه 53 من اول صفحه 53 للاخر من اول صفحه 53 للاخر دول فوق كلينيكال كيس. دول مع مين حضرتك؟ دول مش عملي بقى، دول مع الورقه الايه؟ دول مع الورقه الايه؟ قال حضرتك ما قبل ذلك نتكلم فيه. ما قبل ذلك اللي هو ال 40 درجه اللي احنا جايين لهم. طب يا باشا ال 40 درجه دول انت هتمتحنهم، انت هتمتحن في اربع ايام. اول يوم ورقه اولى، وبعدين ورقه ثانيه، ورقه ثالثه، ورابع يوم شكوى وعملي مع بعض، يبقى هم اربع ايام وخلصوا. ماشي؟ كرتون بتاع خمس ست ايام. الامتحان اتعمل ازاي بقى يا بطل؟ نشوف المحطات اللي هنمتحن فيها ونشوف الدكتور ايه بقى. اول محطه هتبقى حاجه تبع العين. هنتكلم هنشوف الدكتور ايه. سؤال في الارض هيسيبك خمس دقايق. طبعا المحطات هتبقى هتدخل تلاقي عينات محطوطه، عينه محطوطه وجنبها سؤال. احنا مش هنسالك اسم العينه، يعني كده انك اسمها اصلا. طب يعني انا مش زي بتاع البارا بتاع مش بقول لك ايدنتيفاي. انا حاطط لك دواء وكاتب لك اسمه عليه، حلو كده؟ يعني مفيش حد يقول لي اعرف الدواء ازاي؟ مكتوب اسمه. انما في سؤال عليه، هنشوف قصته دلوقتي. تاني محطه هتبقى فيرشوال لاب. فيرشوال لاب احنا بقى مختلفين دلوقتي. هل الطالب هنا من حاجه بايده؟ نساله سؤال يعمل حاجه بايده؟ انا طبعا ضد هذا الكلام. والناس بتتم ليه؟ لان اصلا هو خمس دقائق. وبعدين ما انت عارف الكمبيوترات عندنا بتعمل ايه؟ اللي بيهنج واللي بيجوز واللي مش عارف ايه؟ والطالب ممكن يقول لهم باظ الدنيا يقول لك هو ده مش طبيعي. فقلت لهم احنا هنجيب سؤال يبقى على الشاشه. هو لازم الكمبيوتر. انا قلت لهم مالكش كمبيوتر؟ قالوا لا اصل دي اللائحه. اللائحه اللي فيها كمبيوتر. هات كمبيوتر وحط السؤال عليه بدل ما تكتبه على ورقه حطه على الشاشه. حلو في كمبيوتر اهو قالوا حلو قوي بطل قوي من افكاري يعني هيبقى في سؤال عشان هنشوف برضه قصته ايه. المحطه الثالثه، المحطه الثالثه حاجه اسمها لوكالي اكتنج دراج. هنشوف قصتها دلوقتي مع بعض. سؤال على حاجه اسمها لوكالي اكتنج دراج. هيحط لك دواء برضه، هيحط لك حاجه وكاتب لك اسمها ما تخافش وكاتب وعامل لك على سؤال. المحطة الرابعة. أيوة فندم. أنا بقول لك أهو. أيوة لازم تشتغل بإيدك. أصل إحنا لو قلنا إن أنت اللي لازم تشتغل بإيدك يوم العميد يعمل إيه؟ أصل إحنا الكلمة اللي إحنا حافظينها بقالنا 20 سنة. إحنا عندنا حاجة اسمها امتحان عملي، اللائحة، صح؟ لو إحنا ما قلنالكش إنك هتعمل حاجة بإيدك يبقى ده معناه إن الامتحان نظري، صح؟ يبقى نلغي العمل يا ابني ب 40 درجة. إذا المادة بتاعتنا ما بين 2 و 2 فانت لازم تجيب الكمبيوتر وان شاء الله ان شاء الله تجيب الكمبيوتر والحاجه اللي تعملها العملي انك تدوس انتر. يعني الصوره مش هتظهر الا لما تعمل انتر. يبقى انت اشتغلت ولا لا؟ هيجي العميل يقول لي اللي انت بتعمله ده ينفع تعمله في الصاله في الامتحان؟ اقول له لا ما ينفعش ده عملي لازم الطالب يدوس انتر. ما حدش هيقول لي ايه؟ اصل قالوا لنا لازم تعمل بايدك. ايوه هتعمل حاجه لازم حاجه دي والله تطول يعني. ان شاء الله تطول الشاشه تبقى حاجه هتعملها. ادي اربع محطات عندك بقى المحطه الرابعه حاجه اسمها دوزج فورم. دوزج فورم يعني يجيب لك دواء ويقول لك والله الدواء ده بتخرب اورا يا بابا ايه؟ هحط لك امبوله مثلا. تفتكر الامبوله بتخرب اورا؟ معلش وعليها سؤال ثاني هنشوف بقى هيسالك ازاي. يعني ادي المحطات دول اربعه كل واحده بخمس دقايق وخمس درجات كده كام درجه يا ناشف؟ 20. عندك بقى محطتين تانيين شفوي. اول محطه شفوي 10 درجات 10 وتاني محطه شفوي جنبها 10 درجات. اصلا مش هي الاول ايه؟ لا اصلا من اول واخر. ليه بقى؟ لان انتوا هتدخلوا سته طلبه مع بعض كل واحد على حاجه. فانت حظك جاي تخش في الدكتور تدخل على دي واحد تاني عندي يعني احنا هنلف بقى. مفيش حاجة اسمها أول وآخر، شوف ده مالك يا مالك. الستة دول محطوطين كده في المعمل. أنت ونصيبك بتكون هتدوسها ستة، هتوصل من رقم من رقم 500 ل 506. يدخلوا الستة طلبة دول، يجي حظك أنت هنا، يجي واحد ثاني هنا، وهكذا ونلف بقى. مفيش حاجة اسمها أول وآخر. الأولانية المشفوي دي هيبقى فيها روشتة. روشتة فيها دوايين. أنا امبارح على الجروب عملت لكم نموذج.
هتلاقي الدكتور في خلال 5 دقايق جايب لك روشته فيها دوايين بتسالك فيهم يا دكتور الدوايين دول كويسين مع بعض ولا لا؟ ايه انا هشك يعني ب10 درجات. الروشته الثانيه صوره مش الكتاب العملي في الاخر في صور ملونه؟ الصور بتاع السايد افكت دي هيجيب لك صوره من دي. هو مش الهدف انك تعرف الصوره، هو كده ولا كده هيقولها لك. يقول لك شايف الصوره دي؟ تقول له اه عيل صغير. يقول لك اه بس الواد ده كان واخد كورتيزون شكله وعنده بول فيت اهو. هو يقول لك كده، يقول لك واخد هو يقول لك كده واخد كورتيزون. ايوه اقول له اه واخد كورتيزون انا مصدقك. يبتدي يسالك الكورتيزون بقى. يعني مش الهدف انك تعرف الصوره، الهدف ان هو يسالك ورا الدواء ده. ولو انت ما عملتش هيقول لك اطمن. تبقى دي صوره وعليها ده كده كام درجه يا شباب كده؟ هذا ال 20. دول في خلال هتكون المحطه دي 5 دقائق يبقى 5 في 36 دقيقه. حضرتك هتدخل في نص ساعه تخلصهم وتخلص ويجي ستة غيرك وهكذا. طيب هل هتطلع تقول لغيرك المحطات؟ قول برافو. انت هتطلع هيتغيروا. يعني كل محطه من دي السؤال ده هيتغير من كل رد تاني هتغير الاسئله. ما فيش معايا يعني نفسك ماشي. تعالوا نكتب بقى واحده واحده. تعالوا نكتب محطه محطه كده. هتقول بقى من الاول كده خالص. كنا من اول كتاب عندك اول موضوع اسمه دراج ديسكفري مش كده؟ طيب فطمنا على فكره احنا هنكتشف دراج في حاجات كتير قوي في الكتاب مش يعني مش عليك او مش معانا. دراج ديسكفري اند ديفلوبمنت اول موضوع. الراجل بيحكي في الموضوع ده، الراجل بيحكي في الموضوع ده قصه اكتشاف اي دواء، المراحل اللي بيمر بيها الدواء اللي جاي يكتشف. حلو؟ سؤالي بقى هنا محطه اسمها درجه الكفر يبقى ما يقدرش يجيب الدواء الا انا اقول لك احتياطي، انا اقول لك من باب الاحتياط. اصل احنا خد بالك المسؤول عن العمل ثلاثه، مش تمبر ازاي؟ مش هو ده بس انا عمري ما بظهر في الصوره عشان القصه، يعني عمري ما بقى انا بس معاهم كده ايه يعني الروح والدم يعني. فلما جينا نسال لما جينا نقول هل ده هيجي في الامتحان؟ طيب دراج ديسكفري انا لازم الامتحان ده اسمه عملي، لازم في حاجه تشوفها وتتسال عليها. طب دراج ديسكفري هتشوف ايه؟ اذا ده موضوع نظري ما اقدرش اتكلم عليه، انما ممكن لو حد ينكش ينكش في ايه؟ هات لي صفحه ثلاثه كده عندك حاجه اسمها كلينيكال ترايل فيز 1 و2 و3 شايفه؟ زي دول؟ فيز 1 كلينيكال ترايل وفيز 2 اللي هي لما تيجي تجرب الدواء على العيانين. فيز 1 اما الدواء بيكتشف مش احنا الاول بنجربه على العيانين دي اسمها بري كلينيكال سيبك منها. انما على البني ادمين بنجيب الاول متبرعين عشان نشوف حاجه اسمها تيفي. شايف كلمه تيفي دي اللي هي تحتها شايف الكلمه دي؟ طيب بنجيب 50 متبرع نجرب عليه. ليه؟ انا عايز اعرف الدواء بتاعي توكسيك ولا لا. يبقى دي فيز 1. انا بقول بقى من باب الاحتياط بنقرا ده ليه؟ لان ممكن يجيب دواء في اي مشهد كده ويقول لك والله يقول لي الفيزز اللي مر فيها. هو ده برضه احنا اتفقنا على الفيزز ده نظري بس انا ما اضمنوش. انا ما اضمنش ان مش فاكشه زي دي، يعني الموضوع ده كله المفروض ما يجيش اصلا. بس انا اهو فليفز مثلا واحد بنجرب على هيلثي فولنتيرز متطوعين بنجرب عليه. فيز 2 بنجيب مرضى نجرب عليه. طب بنجيب مرضى نجرب عليه عشان نشوف السيفتي ولا الافكتفنس؟ طيب يبقى فيز 2 عشان اشوف الافكتفنس. طب فيز 3 بقى لازمتها ايه؟ انت حد يجاوبنا الوقت. انا جبت دواء جربته على المتطوعين وثبت انه سيف، وبعدين جبت مرضى جربت عليه ثبت انه بيعالج، امال فيز 3 وصلت بقى؟ اشوف الحاجتين سيفتي وافكتفنس في 5000 بني ادم، التاكد يعني التاكد في لارج نمبر. يبقى تقرا لي فيز 1 و2 و3 من باب الاحتياط. ماشي؟ 3 اقلب الصفحه في ما عدا ذلك ما تقراش. انا بقول لك الحاجات اللي ممكن ينتج فيها. اقلب الصفحه. هي عندك حاجه اسمها بوست ماركتنج سيرفيلانس كده. العنوان الثاني ده بوست ماركتنج سيرفيلانس باختصار، يعني بعد ما الدواء ينزل السوق ما زالت الشركه بتتابعه، بتتابع اخباره بعد الماركتنج اسمها بوست ماركتنج. ليه؟ مش انتوا خدتوا ان في ادويه بعد ما نزلت السوق لقيناها بتطول الكيو في انترفال واتسحبت؟ هذه بقى بوست ماركتنج سيرفيلانس ممكن ينكش فيها. وان كان بقول لك احنا اتفقنا ان ما يجيش فيه بس انا ما اضمنش. طيب يا الرسمه دي مش عندنا طبعا. دراج نومنكليتشر تسميه الادويه اهي دي ممكن ينكش فيها. ايه ممكن باي شكل من الاشكال. انا لسه ما اعرفش متخيل ممكن يجيب فيها ايه. بس انا ما يعني من هنا لحد الامتحان هو يقعد يفكر مع نفسه عايز يسال سؤال. طب هنا نسال ازاي؟ طب مش جايز يجيب لك مثلا من ضمن العينات اللي بتتحط دواء بيطول الكيو تي انترفال؟ ما هو ده هو هيقول لك الدواء ده مثلا ادوني فاكرين ده اسمه كينيدين؟
بتاع الرزبية يقول لك كينيدي اول سؤال ده بتاع ايه بتاع الرزبية يقول لك هو اتسحب ليه اقول له عشان انت بيقول هو بقى اتسحب ليه دي ممكن ينكش هنا في الجزئيه بتاعه بوست ماركت سيرفيلانس باي طريقه يعني يقول لك هو اتسحب دي هو سحبه من الاسواق دي اسمها ايه عندنا الله اعلم بقى قال لنا ازاي بس توقعين الدراج من كده تسميه الادويه اي دواء في الدنيا بتسمى بثلاث طرق الطريقه خلاص الطريقه الاولانيه تسميه الادويه طبعا انا بدرس في حاجات كتير ظهور عليها بعد شويه الطبيب يعني مش هدي اي دواء يبقى له ثلاث اسماء بص يا باشا في حاجه اسمها الاسم الكيميائي الاسم الكيميائي ده محدش لدى ولا انت بتحفظه تلاقي مثلا الدواء لو قلت اي دواء من الصيدليه تشوف الاسم الكيميائي بتضحك يقول لك ايه؟ 2 هيدرو 3 امينو 5 داي هيدروكسيل معرفش ايه فنكوش في البنزين رينج اي ده اسم كيميائي معرفش هو الحب ده اسمه الكيميكال نيم في حاجه اسمها جينيريك نيم جينيريك نيم له اسم ايه بقى؟ العلمي الاسم العلمي بقى او الداي هيدرو 3 بنزين معرفش ده يبقى اسمه العلمي نتفق كده يبقى اسمه بنظامين فاكر بنظامين مثلا؟ فاهم مش عارف ايه؟ طيب الاسم العلمي هو الاسم اللي بيتكتب في التكست بوك ممنوع الطالب يعرف اسمه تجاهه يبقى لو قال لك ايه هو الجينيريك نيم قول له مثلا الجينيريك نيم او يسموه النون بروبريتري نيم او الاسم ده الاسم اللي بيستخدم في التكست بوك اللي الطلبه تحفظه الاسم التجاري بقى اسمه تريد نيم البنظامين مثلا في شركه عندها اسمه ايزوفت في شركة تانية عندها معرفش اسمه كاربي وي يعني ده بقى تجاري ده بقى ملكية ملكية للشركة طيب هيسأل فيها ايه كده؟ طب ما هو جاي يحط لك العينة اللي حاططها ايزوبتيف وتحتها كلمة فيرابامين ما هو الاسم الدواء عليه ما تخافش مش هقول لك الدواء ده ايه؟ ويقوم من السؤال مثلا يقول لك هو فيرابامين ده الاسم ده اسم ايه؟ اقول له مثلا ده جينيريك نيم وعرفه له طب كلمة ايزوبتن اللي هو كاتبها اللي هو الاسم التجاري ده حضرتك ده يتصنف يعني اقول له ده الاسم الايه التجاري تعريفه كذا كذا اه عندنا يبقى الثلاث حاجات دول اللي فاهمهم يعني ايه كيميكال نيم يعني ايه جينيريك نيم يعني ايه تريد نيم ماشي الصفحة اللي بعدها كاتيجوريز اوف دراج نعرفها كده الله يخليك كاتيجوريز اللي هي الادوية اللي بتتصنف تسمعوا ان في ادوية بتتصرف من غير روشتة يسموها او تي سي اختصار لكلمه اوفر ذا كاونتر الله ما مش بعيد يا اخي يكون جايب لك هنا اي دواء من الادويه اللي محطوطه دي يكون دواء من اللي انت عامله متصرف من هو نفسه يقول لك الدواء ده اهو اسبرين طب يا باشا الاسبرين ده يتصنف عندنا ايه؟ اقول يا باشا ده اوفر ذا كاونتر اوفر ذا كاونتر يعني الصيدلي العين يديه من غير روشته تعريفه ذيس ار كاتيجوريز اوف دراج ديسبنسد يعني تتصرف وذاوت بريسكريبشن هو هيسال السؤال كده يقول لك يعني هيسال سؤال واضح يعني او جايز يجيب لك مثلا مخدرات هو هيجيب مخدرات هيجيبها منين يعني انا مثلا جايب ازازه انا اللي عاملها جايب ازازه وحاطط فيها ميه وكاتب عليها هيروين وعلى انت مطلوب تشربه هو مطلوب هيروين هو ازازه يقول لك طيب هو الهيروين ده حضرتك يتصنف ايه عندنا؟ في طالب يقول له ايه ده اوفر ذا كاونتر ده حد مفهوم ازاي اوفر ذا كاونتر يعني الهيروين اتصرف من غير روشته يعني لا الهيروين اتصرف حاجه اسمها كنترول سابستنس كنترول سابستنس يعني تعرف اللي هي ايه تطلعه في حاجه اسمها ما تروحش الصيدلي شيل ده يقول لك ده جدول ده جدول ما بيتصرفش يا دكتور اهو الجدول بقى يا باشا حاطين لك يعني ايه جدول الجدول اللي تحت ده الجدول ده بقى توقع ان هيجي لك سؤال لان في عينه احنا عاملين لها هيروين وفي عينه ثانيه كودالين المخدرات اسمها كنترول سابستنس خد اول سطر ونص بس في التعليم مش من الباقي اول سطر ونص they are prescribed only by the شمال physician and must include their registration number يعني مش بس دكتور ده دكتور ومتسجل في النقابه انه مصرح له يضرب مخدرات يبقى ده اللي ايه اول سطر ونص الباقي ده هنشطب عليه طب بص بقى في الجدول طب حضرتك الجدول ده خمس اهداف اسكيدول واحد مش كده جدول اول وثاني وثالث جدول اول المخدرات اللي هي مش ادويه يا باشا السؤال الهيروين ده دواء ولا مخدرات؟ طيب هو مخدرات هل له ميديكال يوز؟ يبقى ده جدول اول يبقى هيروين على طول جدول اول اللي هو المواد المخدره التي ليس لها ميديكال يوز امال يبقى جدول ثاني اللي هو ايه بقى بنظرك؟ المخدرات برضو بس اللي لها ميديكال يوز زي المورفين مثلا يبقى ده جدول ثاني هو المورفين مخدرات بس انا بستخدمه في الطب ده جدول ثاني ممكن بقى العينه اللي محطوطه يكون ازازه مكتوب عليها مورفين ويبقى السؤال هو ده جدول كام وتعريفه ايه؟
يعني تعريف الجدول ده ايه؟ يا مثلا الجدول الاولاني بيقول ايه؟ دراج ذات ار نوت ابروفد فور ميديكال يوز، يعني ليس لها استخدام ايه؟ ميديكال. اند ذي هاف هاي ابيوز اوف هاي بوتنشال اوف ابيوز، يعني لها بتعمل ادمان يعني. الجدول الثاني بقى زيها بالظبط، ادوات بتعمل ادمان بس بتستخدم ميديكال وهكذا. طب هناخد من كل جدول مثال واحد اللي عندك اللي هيجي لك في الامتحان. الجدول الاولاني احنا عندنا ازازه فيها هيروين، احنا حاطينها هيجي لك، ممكن تجي لك ويسالك يعني ايه جدول اول، اقول له يعني الادويه المخدرات ومش عارف ايه. احتياطي من باب الاحتياط، خد بالك هو مفيش الا ازازه فيها هيروين انا كاتب عليها ميديكال، بس ما جايز الدكتور هشام يغيرها بماريجوانا. ماريجوانا اللي هو في السطر اللي بعده، ماريجوانا اللي هو ايه؟ الحشيش. سؤالي بقى، الحشيش ده مش ماده مخدره؟ هي لها ميديكال يوز عندك؟ ملهاش. اللي كان له ميديكال يوز كانت ماده مستخلصه منها، انما الماريجوانا نفسه لا، فيبقى جدول اول وهكذا. خد بقى من الجدول الثاني الكوكايين، واذا كان ايوه فاكر. لا ما هو هيحط لك دواء ويسال ده جدول ايه؟ تمام. اذا كان مثلا افرض ما يمنعش ان مثلا حاطط لك مورفين، هيسال يقول لك المورفين ده جدول ايه؟ اقول له جدول ثاني. وجايز يبقى في سؤال ايه تعريف الجدول الثاني، اقول له دي الادويه المخدره مش كده؟ جايز يبقى في سؤال ثالث على المورفين نفسه. من المنهج بقى ولا بقى؟ انا ما اطلبش دي، ما اعرفهاش، انما هو يعني المفروض ما يسالش في المنهج، المفروض يسال في العمل، انما انت ما مع دول ما تتوقعش حاجه. مع دول ما تتوقعش حاجه، بس انا بقول لك يعني اقصى حاجه ممكن تتخيلها. خدوا من الجدول الثاني كلمه اوبيويد انالجيتك اللي هي المورفين يعني، وخدوا كلمه كوكايين علم على اوبيويد وكوكايين وباربيتيوريت. باربيتيوريت اهي في اخر سطر. طيب جدول ثالث علم على بنزو دايزلين، فاكرينها؟ بنزو دايزلين منومات، بس كانت من ضمن اعراضها الجانبيه بتعمل فيزيكال ديبندنت ادمان ومش عارف هتصنف الجدول ده وهكذا. الجدول الرابع احنا شطبناه احنا، لان انا جيت انا والدكتور حسين جيت ايه؟ نجيب لهم ايه جدول رابع؟ فقلت له المثالين اللي هنا مش عندهم في المنهج اصلا. ما عندهمش دواء اسمه من دول ولا في انتوا اللي بتعرفوا تتخانق معايا وانت اختصرت الكتاب هو ده وقته ما تنوم مش ضمن جدول الرابع. تروح تاني قاعدين سوا نعمل اي حاجه، يقوم سايب الحاجه اللي احنا بنعملها ونخلي معايا. اقول لهم انت قاعدين عشان نخلص الموضوع عشان مش فاضيين يعني. المهم شطبنا الرابع حتى العمل على الاعلام هيك. طب مفيش حاجه. جدول خامس بقى عندك في ضرب لومونين، فاكرينه؟ لومونين كان حاطين ابروبين مع حاجه اسمها دايتين اوكسيلين، كانت من عز الاوبيويد، فده جدول خامس. مش بعيد يجيب لك لومونين ولا جدول رقم كام؟ فانا هاخد بقى اتفقنا؟ طيب ايه؟ خمسه جدول خامس. الجدول الخامس ده الادويه اللي موجوده في الادخانه اللي محطوط فيها حاجات ممكن بشكل ضعيف قوي تعمل ادمان، بشكل ضعيف قوي يعني. فبس كان في دواء اسمه لوموتين كان اطروبين مع دايفينوكسيلين. فاكر لما قال الدايفينوكسيلين بيري كروس الفاصل ده بيري فول اماونت؟ ايوه ده جدول خامس. كمل فيما عدا ذلك بقى دي جدائي، دي ادويه عاديه يعني. كده خلاص دول؟ طيب يا ريت الصفحه دي مالهاش اي سمعه، الصفحة دي ملهاش أي لازمة، الصفحة دي ملهاش أي لازمة. عارف بقى الصفحة ديت، هو لو حد يسأل طبعا ده الليبل اللي بقى على ده أي دواء، هو بيقول لك الليبل ده بقى فيه اسم علمي واسم تجاري. عارف بقى هو هيعمل إيه؟ هو مش هيجيب لك الليبل ده، هو هيجيب لك المثل إيه؟ زي ما قلت لك برابامين، والعلبة مكتوب عليها برابامين والاسم التجاري أيزوبتن، فيسألك يقول لك برابامين ده الاسم الإيه؟ يقول له جيم الاثنين. مش هيجيب الليبل ده يعني، مش هيجيب الصفحة دي كلها شطبة، مش عليه مش هتجيلك يعني. بيدخل بقى على حاجة اسمها دوزج ريفورم اند يوز كالكوليشن. دي طبعا غالبا بتبقى يعني خط يعني هنشوف حاجه دوزج ريفورم السكشن رقم 2 كله دي بخطه، السكشن رقم 2 كله ده بخطه واحده. طب يا بيه عباره عن ايه بقى؟ احنا عندنا دوزج ريفورم الادويه اللي في الادخان انت عارف انها اما تبقى ادويه شورت مش كده؟ او ادويه بيسموها سوليد. سوليد اللي هي ايه بقى؟ ادراس كبسولات باودر مش كده؟ يا اما حقن في فورمه رابعه؟ فدول الخمس حاجات اللي عندك في الاجنحات، يا ادويه بيسموها ادويه شرب، يا اما ادويه سوليد كبسولات وقراص ومش عارف ايه حاجات كاروهات بيقولوا. طيب الراجل بقى بدا ايه؟ يعرف كل فورمه يعرف او التعليم ده بقى هيجي لك في الامتحان اللي قبل. بقول لك يعني مليون في المية. بص بقى يا باشا كلمة سوليوشن،
سوليوشن اللي عندك دي يعني ميه دايب فيها دواء. هات اي دواء في الدنيا دوبه في ميه ده اسمه سوليوشن. حلو كده؟ يبقى إيه لو قال لك ايه تعريف السوليوشن؟ خد بالك هو هيعمل لك ايه؟ هيقول لك ازازه وفيها ميه وحاطط لك عليها لوجو. هو كاتب كلمه سوليوشن، هو كاتب اصلا بيقول لك وات ذا ديفينيشن اوف سوليوشن. اقول له يا باشا السوليوشن كان في الكتاب بيقوله ان ده عباره عن هوموجينس ما اعرفش ايه في ليويد، ده في ليويد محطوط في الاكتف سبستانس. هو ده تعريف السوليوشن. طيب عارف بقى لو انت جبت ميه حطيت عليها دواء وحطيت عليه سكر ولون يبقى اسمه سيرم. سيرم يعني يتغير مسماه. عارف ادويه الكحه؟ دواء الكحه لما بشوف تلاقي دايما لونه ايه؟ ومسكر ولا لا؟ يبقى ما اسمهوش سوليوشن اسمه سيرم بقى. يبقى سيرم عباره عن ميه فيها الدواء وشويه سكر وريحه ولون منظر اسمه سيرم. طيب سسبنشن من اسمها سسبنشن يعني ايه؟ حلو. عارف لما بتجيب ازازه مضاد حيوي بودره وتحط عليها ميه بس تكون شرب يعني احنا كده في ادويه الشرب لسه، مش المضاد الحيوي بيجي من الادخاله عباره عن ازازه بودره ومعاها شويه ميه وتحط ميه ورجلهم يبقى اسمه سسبنشن. عباره عن باودر دايب في ميه ومتعلق بسسبندنج ايه؟ الديفينيشن يعني عايز ديفينيشن في الميه. بص بقى يا باشا يعني مثلا ايه؟ هيجيب لك ممكن هو لو في اي ديفينيشن وجنبه اكزامبل خد بالك بالاكزامبل. احنا بنعملها ايه؟ احنا اتفقنا مع الدكتور حسين ان ما تسالش الطالب في ايه؟ في تعريف في الكلمه. ما تقولوش اي بالاتفاق. اتفقنا اتفاقا يعني حلفنا على المصحف يعني ان انا ما تديلوش يعني ما تديلوش دواء وتقول له ايدنتيفاي هو سوليوشن، لا اكتب له عليه حاجه. بس مثلا في موضوع السسبنشن ده انا خايف من ايه؟ بيقول لك في الاخر اي جي انتي بايوتيك سسبنشن. قلقي من ايه؟ لا يجيب لك ازازه مثلا بنسلين او بتاع بودره وجنبها ازازه ميه ويقول لك دول هيتخلطوا على بعض يبقى اسمهم ايه؟ اسمها سسبنشن. اي اكزامبل تاخد بالك منه. ايمانشن لو جبت زيت في ميه، سؤال بقى لو جبت زيت في ميه حطيتهم يعملوا ده يعني ينفع؟ امال عشان يتخلطوا في بعض بتعمل ايه؟ بتحط حاجه معاهم اسمها ايمالسيفاينج ايجنت تربطهم ببعض يبقى اسمه ايمالشن. جرب النهارده في البيت تعمل ايمالشن على ايدك. هات شويه ميه وشويه زيت اذا رجهم وسيبهم بعد شويه لهم هين فصلوا صح؟ حط نقطه برين قاهر الدهون على البرين بتاع الصحون ده ورجهم هيعملوا ايه؟ هتلاقي الزيت ده في الميه صح؟ وعمل حاجه زي الميلك كده ميلكي سوليوشن او ده بنسميه ايمالشن. فتعريف الايمالشن يعني زيت في ميه ومعاه حاجه اسمها ايمالسيفاينج ايجنت. التعريفات دي مهمه. برضه هقول لك اهو احنا اتفقنا، بقول لك اتفقنا معايا ان ما هات له ازازه واكتب له عليها ايمالشن وقول له وات ذا ديفينيشن اوف ايمالشن. فاهم؟ يعني مش هقول لك ايدنتيفاي. اللي بعدها ديكوكشن وانفيوجن مش هنجيبهم. مش هنجيب ديكوكشن ولا انفيوجن. انا بنطمن دي عارف ليه؟ لان الديكوكشن والانفيوجن الديكوكشن اللي هو الشاي المغلي. الشاي لما تغليه يبقى اسمه ديكوكشن. هو احنا هنجيب لك شاي في الامتحان؟ طيب عارف الشاي اللي انتوا لا الهيرمينوس دواء انما الشاي اصل الديكوكشن ده لازم يكون حاجه مغليه وسخنه دلوقتي عشان اسمها ديكوكشن، لانها لو بردت قلقت من تاني. احنا مش ناقصين بقى الطلبه يقول لك يا عم ده بارد، ده احنا ناقصين بقى مع قهوه شغالين قهوه ولا العامله دي كل شويه تقول لها هات سخن الشاي. لا مش معقول. انفيوجن عارف لو جبت شاي ليبتون، عارف لو جبت الفتله بتاعت ليبتون دي وحطيت عليه ميه مغليه، هو سؤال هو شايف انت بتحط البتاع دي في البراد دي ولا تحط الميه المغليه عليه؟ اهو الميه المغليه على الحاجه دي اسمها انفيوجن. بس مش هتجيبها بره، مش هتجيبها. ايه؟ ايه؟ لا الليتر مش دواء بس عاملين زيه ادويه الامساك. في ادويه الامساك كده اسمها شركه اسمها تيكو بتحطها تشربها زي الشاي كده بيبقى اسمه انفيوجن. المهم لوشن عارف لوشن اللي هو ايه؟ عارفين العيال الصغيره لما يبقى اللي عندهم التهابات في الجلد وتجيب لهم كده حاجه اسمها بيبي جونسون كده ولا مش عارف اسمها ايه؟ اسمه لوشن. تقعد تتعكي في الصدور كده تضرب بره كان بره كده عارف يعني حاجه كده تقف وتتعكي على الجلد عشان تعمل كام للجلد. المهم الديفينيشن من الاخر هو هيجيب لك حاجه كاتب لك عليها. وعلى فكره احنا عملنا دولاب في الطرقه بتاع شفت الدولاب ده؟ الدولاب ده معمول حديثا يعني. الدولاب ده احنا حاطين له كل الكلام ده. ازايز مكتوب عليها ودي اللي هتبقى في الامتحان. فتلاقي ازازه مكتوب على لوشن، ازازه مكتوب على كذا، هيسالك في الدنيا. حلو كده يا باشا؟ طيب وهكذا. قيس على كده بقى اللي جاي. اللي جاي ما كله ديفينيشن. فانت هتعرف كل حاجه من دي ديفينيشن تعرفها.
لا اه يا بيه ما الازاز مكتوب عليها اطمن انا مش هفضل ايوه اطمن والله اطمن اطمن يعني شوف لا لا ما انا لسه جاي خلينا بس في الادويه الشرب يا جماعه اصل خد بالك احنا لازم على الادويه الشرب نكتب لك اسمها علشان ما نعملش لغط لان في طالب يقول لك ايه طيب دي 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 سطبتش اقول لا دي مرشا يقول لي طب وانا اعرفهم منين هو انا هفتح الازازه بقى واقعد اشوف فاذا ده الشرب لازم نكتب لك عليه هو الخلاف بقى في اللي جاي الادويه التانيه الحاجات الصولد بقى الحاجات الصولد دي بقى ما اعتقدش ان انا ممكن اكتب لك عليها ليه هجيب لك تابلت هو التابلت هيكتب عليه هو تابلت اهو قرصه اهو كبسوله ما هي كبسوله يا جدعان الا لو كان فيها حاجه معينه او مكتب لك في الاخر انا مش اضمن الدرجه بتاع الخمس درجات ما فيش منهم درجه على كلمه ايدنتيفيكيشن اصلا يعني ما فيش درجه من خمسه على كونك تعرف ده ايه فانا لازم اكتب لك انا مش دوق انا لسه هسالك على الموضوع تعالى بقى على الحاجات اللي اسمها الايه السوليد فورم الاوردينري تابلت الاوردينري تابلت عارف بقى يعمل ايه هيجيب لك شريط كده دواء تابلت عاديه خالص باللي انت عارفها شريط دواء وعليه سؤال يقول لك هو ده بيتاخد ازاي اقول له اورا يوم السؤال اللي بعده وات ذا ادفانتج اوف ذا اورا روم قال لي بقى الايه اللي جاي ان انا مش هقول لي ايدنتيفاي مش هقول تابلت يعني عندنا انواع كتير من التابلت نعم ليه؟ اما الوقت بقى الديفينيشن بتاع الحاجات اللي بتلاقي دي كلها شوربه دي شوربه ثالث دخلنا على الصوت يعني هو هنا يعني ارجع عليه سبيريت يعني ايه الكتاب ديفينيشن لا مش قضيه يا جماعه اللي بتسالوا على الديفينيشن بقيه الحاجات اللي هي الشرب دول الشرب في حاجات تحت خالص بقى الكحوليك بريماريشن عارف الفرق بين الكحوليك بريماريشن واللي احنا قلناه كله ايه؟ ميه اللي انا قلت فوق كله كانت حاجات دايبه بميه اللي جاي بقى دايب سبيرتو مع ميه يعني فين يتغير المسميات انت هتعرف حضرتك الديفينيشن اما اقول لك الكتير الكتير يعني ايه يعني دواء استنى هو الدواء لو داب في ميه وحطيت عليه سكر يبقى اسمه ايه حلو عارف لو الدواء داب في ميه وحطيت عليه سكر وغيرت بدل الميه الكحول يبقى اسمه الكتير اذا هو ديفينيشن تعرف الديفينيشن وخلاص يعني المساله فاهمه ادخل بقى زي ما قلت لك على الصوره زي التابلت وغيره هتلاقي عندك انواع من التابلت صح حلو هنا بقى شويه عندك مثلا اوردينري تابلت الاقراص اللي بتتباع اللي انت عارفها عندك حاجه اسمها افارفيزنت تابلت افارفيزنت تابلت اللي هو ايه؟ بتستعاد فيتامين سي ده تحط البيبي فور كده ده اسمه ايه؟ ده ما يتبلعش بقى ده افارفيزنت تابلت طيب يا بيه شيرو والتابلت اللي هو ايه؟ شيرو يعني ايه؟ مدى جايب لك الدبل ولا لا؟ اللي هو ايه؟ التابلت حلوه ليه؟ اهو محطوط عينه في المكان كده أساس التابلت جايب لك علبة أساس أنا اللي جايبها علبة أساس كده وكاتبين هو طبعا عليها اسم تجاري فطبعا الطالب مالوش دعوة باسم تجاري فكاتبين لازمين عليها ورقة أنا لازق عليها ورقة وكاتب عليها أساس تابلت حلو كده ليه؟ يبقى أنا بقول لك أهو ده أساس التابلت أساس التابلت أهو وهنا السؤال اللي عليه هو ده يتبلع هو هنا قال يتبلع ولا شيء هو بنت؟ يبقى هو السؤال هنا كده التابلت ايه؟ لا هنا ايه؟ اصل هو شيء هو التابلت ده بالذات هو اصل كل الفوارات اللي انت خدتيها معظم الحاجات اللي انت خدتيها كانت فوارات ما كانتش بتاعت البنت خالص كانت فوار انما ده نوع من التابلت يعني ده الوحيد طيب كنترول ريليز كبسولات دي ما عندناش امثله لها لوزنج عارف لوزنج اللي هي ايه؟ عارف لوزنج اللي هي ايه؟ مش ساعات دورك يوجعك تروح الاجزخات يوم يديني حاجه اسمها التريبسل حاجه زي الكراميلا كده دواء بتبصه كده بيخرج طعم ده اسمه لوزنج اسمه لوزنج جاي يجيبها لك بس هيكتب عليها كلمه لوزنج هو هيكتب لوزنج اصلا ويقول لك يعني ايه لوزنج؟ اقول له يا باشا بحطها في بصي وبصها عشان تريح زوري بالذات ديفينيشن يقول لك اديني اكزامبل مثلا عندك اكزامبل ولا لا؟ طب اكتب انت اكزامبل ليه كده؟ زوده انت يعني زوده عشان ما اعملش فيك التنيئه لان انا عامل التنيئه في الناس انا جايب لهم لودنج كده ليكورش عارف ليكورش اللي هو علم توس ليكورش لودنج زود كده اكزامبل
زي ليجورش لوزرش ليجور حالك ثلاث زفع أول مرة الله معكم حاجة ليجورش أو ليجورش كده كده. وفي رواية أخرى تعرف كده في الديو ليجورش هو العرق توم العرق توم بسبيليا ما تسبيليا العرق توم ما كده لا ما مالذيش غير انا نزلت الزخان قلت له هات لي لودج هتجيب لي 20 نوع من اللودج كلها اسماء عمرك ما سمعت عنها لا ده الى حد ما الى حد ما يعني جت فيه مره في المنهج لما قالوا مع لاكتوبيرولاكتون مع حاجه اسمها كربينوكسولون كربينوت وكربينوكسولون كانت في البيت خالصه قالوا انت ليجورش غريبك ما ازاي؟ قلت لهم الكلمه جت في كده اقوم قالوا مفيش كلمه تيجي بره الكتاب قلت لهم الكلمه دي جت في الكتاب بس ولا بدأت كلامي ايه؟ لا يعني ولا بدأت بدأت في مخيط هديني بقول لك اهو لودنج اكتب اي جي ليكوريس 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 او ليكوريس زي ما تقام طاقة الكبسولات خلاص يا مين شوان عزيزي اتحاق ايه يا مين انا عزيزي محيط اللي بيسوها الكبسولات الهارد جيلاتين على فكرة مش في كبسولات الكبسولات اللي بتدعوها في البيت العادية دي الكبسولات اسمها هارد هارد كبسول هارد في بقى الكبسولات بتاعت تبقى صوف طبعا احنا هنجيب لك واحده من دي وبرده هكتب لك عليها هقول لك دي هارد كبسول او دي صوف كبسول مش هسالك بقى في الكبسوله نفسها هسالك بقى في لسه حاجه اسمها روت اوف ادمنستريشن هقول لك دي بتتبلع ولا بتتحقن يعني ما هو نزل كده يبقى سؤال له علاقه بالكبسوله يعني المهم انا ايه العينات اللي ممكن تجيلك في المحاضره ماشي يا بيه طبعا كل واحده من انت عارف لو في اكزامبل تبقى عارف يعني مثلا كذا زي الاكزامبل كذا بتبقى عارف احتياط فيتامين اي وايه ده صوت مش لازم كبسول لا في فيتامين اي في الكبسولات خدوا بالكم يا جماعه استحاله هيضيع منك درجه بسبب انك ما انتش عارف الدواء لان انا هقوله لك اصلا انا هسالك سؤال على الدواء بقى يعني ده فيتامين ايه لو في سؤال في المنهج على فيتامين ايه هسالك انا ما عنديش سؤال على فيتامين يبقى مش هجيب احنا مش هجيب مش حاجه زي الطبيعي يعني مش هجيب حاجه اللي كانت في المنهج وعليها سؤال طيب يا باشا ماشي حد طبعا هنا جايب لكم صور بعض الحاجات بس الصور طبعا مش واضحه قوي ايه اللي بالصفحه بقى دي نعم ايه ما انا بقول كل اللي معانا ماشي طيب بص بقى على وزن على نفس الوزن الله يخليك الله يكرمك على عشان ما نضيعش الوقت بقى على نفس الوزن الراجل عمال يوصل دلتا فوق دوزج فور يقول لك عليه باودر يعني ايه معرفش ايه خلاص يعني ايه كريم يعني هتقول لي يعني ايه كريم اقول له على حاجه بتزيد على الجلد كده يعني انما مش هنسال في الكريم نفسه انا مش هجيب لك كريم عشان اسالك هو الكريم ايه لا انا هجيب لك انبوبه مكتوب عليها مثلا يا اخي مثلا لا بس بولترين ده اسم زجاج احط لك الاسم العلمي مثلا احط لك ايه فكروا في حاجه كانت بتاخد توبيكال لا فكروا في اي كريم بتاخد توبيكال اوينتمنت مثلا توبيكال حلو اجيب لك كريم ومكتوب عليه جنطة مايت حلو كده جنطة مايت ده اهو انت عارف ان الجلطة مايتن ده مضاد حيوي ده كمان ده مضاد حيوي اسالك انا بقى في الجلطة مايتن اقوم رخبطك سؤال في الجلطة مايتن اقول لك الكريم ده تقول له اه جلطة مايتن ده بتاع اقول لك مثلا ايه والله إيه؟ الفورما اللي عندك دي بتتبلع اقول له ايه بتتبلع انت بتتحط على جلد تركا يا باشا مين اللي بتعالج بيها اقول له ايه اقول له سكين هون امبولات موبايل وموبايل عارفين الفرق بين امبولا موبايل وموبايل انت كنت في البرنامج في الفورماليزم عارفين عارف الأمبولة اللي هي؟ الأمبولة اللي هي الفايل بقى اللي هي الإزازة اللي لها كاوتش
اللي بتحطها الميه وتسحب الاسترنج اسمها فايل. طيب وغالبا الامبولات بتبقى فوق اي حاجات في الضربات، انما الفايل ده بتبقى مضادات حيويه دايما الفايل بتاع انتي بايوتيك. وبرضه ما فيش اسئله كده يعني. عارف البوتل اللي ايه؟ البوتل اللي هي عارف ازازه الجلوكوز 5% مثلا دي اسمها بوتل، يعني ازازه فيها حاجه كده. الانسرت ما عندناش مثال للانسرت، في حاجه اسمها انسرت. الانسرت اللي عارف ان هي ايه؟ بعض الستات بيستخدموا وسائل منع الحمل بتبقى حاجه تتزرع تحت الجلد تفضل منع الحمل لمده 6 شهور بيسموها انسرت. فانا ما عنديش مثال لها، يعني ما عنديش في الاسم حاجه زي كده عشان اسالك فيها يعني. مش هحفظ طبعا. غير ما تنامش عندي لان انت خدته في النظارات رحمه جايبين لك من ضمن الحاجات لزقه مكتوب عليها نايترو جلترين، هي مكتوب عليها كده لزقه. وبقول لك ايه بقى؟ هنقلك تحت النايترو جلترين، سؤال على النايترو جلترين. بس اقول لك ده هو ايه؟ هي اللزقه دي بتتاخد ازاي؟ اقول له بتاخد من البلع صح؟ اللزقه من البلع. على فكره هو جاي يسال سؤال لعيب برضه يقول لك طيب هي ايه اللي عملها دي؟ قال لي طب ايه هي الادفانتج يعني ان انا البسها يعني؟ اقول له عملت كده لونج ديوريشن. خلاص ما عندناش حاجه اسمها تارجت تشرب عليها. تارجت دي ما عندناش مثال لها، مش هيجيلك في الامتحان مثال لحاجه اسمها تارجت كده جيت. طيب تعالى بقى نشوف الروت اوف ادمنستريشن بسرعه كده مش هنتكلم بقى فيه. الروت اوف ادمنستريشن اللي هو الدواء بيتاخد ازاي؟ اورال ولا اي ولا بتاع؟ بالراحه بقى كده. هو لو جاب لي اي مثلا لو جاب عينه افرض جاب عينه كبسولات وهو كاتب عليها كاتب عليها كبسولات هو يعني باين حتى لو قال لك دي بتاخد ازاي؟ اقول له اورال صح؟ السؤال الثاني تعرف تقلل حتى من غير ما تذاكر تو ادفانتج للاورال روت لان هو ده الكلام اللي هنا ادفانتج وديس ادفانتج لكل روت. الاورال روت الادفانتج بتاعه ايه؟ ايزي اه ده كويس صح ايزي. وايه تاني؟ محتاجه سيراليزيشن؟ خلاص قول له ادفانتج. اه اقول لك تو ادفانتج قول له يا باشا ايزي ومش محتاجه سيراليزيشن. طب منشن تو ديس ادفانتج لل اقول له ممكن تعمل سيراليزيشن صح؟ هي حاجة مش كانت تعمل بجد جريديشن وممكن تتكسر بالاتش تي ام وممكن يحصل لها فيرست وان في تابوليزا. هتلاقوا بقى كل روت من ده في عيوب ميزاته وعيوبه تحفظ اثنين واثنين وانت ماشي كده. يعني مثلا اقول لك اي بي افرض جبت لك عينه امبوله وكتبت لك عليها دي امبول مثلا الدواء الفلاني خلاص؟ انا مش هقول لك هي ايه ما هو كاتب امبول اصلا. هو هيسالك يقول لك ايه؟ وات از ذا ادفانتج اقول له انا ايه؟ الامبوله دي بتتاخد ازاي؟ ده اول سؤال بدرجه اقول له اي بي او اي اس ما هو بارنترال يعني. السؤال الثاني وات منشن تو ادفانتج للبارنترال روت او للاي بي روت اقول له ركز ده كان اي اي بي يعني هو الحد هو الحد اقول له ده انت بتقول اي بي يعني طب ما هو ده ركز صح؟ ويربح من الانرجن ولا ايه رايك؟ وافويد ال لا لا يا رهاب هو مش هيقول لي بتاخد دنيا بقى هو طالما جايب لك امبوله محتاج يقول اه الامبوله اهي يبقى لازم يتقال لي تاخد ازاي؟ طب ما هو صح شويه طب انا هجاوب ايوه هو 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 صح لي بقى فين كده اه هيجيب امبوله طيب حلو قوي طيب هو هيقول لك الامبوله دي بتتاخد الروت اوف ادمنستريشن امتى بقى طالما بقى كده قولوا باريس خلاص خدت الدرجه اهو السؤال الثاني هيحدده هو هيقول لك وات منشن تو ادفانتج للانترافينا لا خلاص باريس ولا باريس لا هو اول سؤال في دواء الفورما ازاي؟ اه من لا 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 بس انت لو بتعطيله ماشي خلاص يا شباب المهم لا يا جدعان المهم يبقى عايز من كل واحده من الله يخليك عايز تو ادفانتج خلاص
يبقى كل رود من ده وانت ماشي كده اي اكزامبل قدامك تحفظه. انا اقول لك مثلا الانترا فينوس رود مثلا ده مزايا كذا وعيوبه كذا واشهر ادويه بتديها اي في كذا احفظ المثال لو في مثال تحفظه. خلاص ايه انا بقول لك خطرات يعني خطرات ايه وهي طيب اللوكالي اكشن جدراتي اللي هو الدكتور الثالث ده دي محطه بقى ثانيه معلش دي محطه ثانيه ايه رد بحث حلو خلوني بس واحده واحده انت عرفت اول محطه دي هيجيب لك دواء فورما فورما ومش هيسالك هو كاتب لك على دي مثلا كبسولات او اقراص او شرب او شكل هيقول لك دي بتتاخد ايه الاول او الغوره مثلا منشن تو ادفانتج او تو ادفانتج وتو ديس ادفانتج. لو حد يسال سؤال في المنهج على الدواء ده من النظري ماليش دعوه ممكن يبقى سؤال من النظر كيف يسجل لك بورتين وسال سؤال معرفش. تعالى بقى للمحطه الثالثه اللي هي هنجاوب بقى المحطه الثالثه اسمها لوكال اكشن دراسي. عارف لوكال اكشن دراسي هي ايه؟ الادويه اللي بتكون هتشتغل لوكال في مكانها غالبا غالبا اعني بيها الجلد الادويه اللي بتتحط على الجلد اسمها لوكالي اكتن بتوعك. احنا هنا عندنا شويه مصطلحات تحفظها زي ما بيقولوا لكن حاطه كده هيجيب لك مثلا ايه؟ اولا كلمه ديماند ديماند انت عارف لما بقع عليه شويه ميه سخنه وبسرعه بتجيب اي حاجه زي البياض بيض او لبن او معجون دينار وتبينها الحركه دي اسمها ديمنتر ديمنتر اكشن يعني طب استنى لا هاي موليكولار ويت بحطها على الجلد عشان اعمل بروتكشن ايه؟ اه يا ابني الحاجات دي بتحصل مش كانوا زمان بيحطوا اللي بيجرح حط عليه بني اقول لو سالتني البني الميكانيزم بتاعه ايه؟ اقول لك ديمنتر اكشن. لو سالتني مثلا هو اللي بقع مثلا سيبويات في عينه ولا بقع في حاجه الدكتور عنده بسرعه بسرعه عارف اما تبقى في معمل واي كيماويات تقع في عينك وتروح تبقى بسرعه عارف تحط في العين لبن لبن ده اللبن احسن حاجه لو اتحط في العين تضيع تاثير اي كيماويات. هيقول لك انا عندي انا بتاع فارما بقى بتاع الرئيس ايوه ايه يحط شويه لبن في العين انما انا اقول له ايه اللبن هنا بيشتغل ديمانتر اكشن ديمانتر تعمل بروتكشن اتفقنا؟ يبقى هتعرف الديفينيشن بتاع كل واحده من دي وايه الضرب وده لها استخدامات تعرفها لان احنا هنجيب لك يعني شوف يا باشا بص كده هنا بقى هنا النداله هنا النداله لان المحطه دي مش هحط لك كلمه ديمانتر. بص على ديمانتر مثلا امثلتها ايه؟ ماشي هقول لكم شنو احنا مش هنحدد المطلوب فيه لو انا هديك سؤال على اللي مش هحدد المطلوب فيه طمني مش طالع لان اتلخبط المطلوب انا بس وهطمني العينه اللي احنا حاطينها والله ما هيلبسش هي الفكرين احنا حاطين عينه جايبين ايه مش بتنزل مش الامثله ايه ليجرش وجليسرين. طيب انا بقى هجيب لك ازاله جليسرين وكاتب عليها جليسرين حلو. هنا بقى المحطه دي هتقلق هو الجليسرين بيشتغل ايه؟ او المنصب بيخلي بقى الديفينيشن بتاع المنصب يعني انا مش هحط لك كلمه ديمانتر هحط لك الدواء واقول لك هو شغال ايه فنعرف بقى الطب العكس بقى كده بقى المحطه الاولانيه اللي بتحط لك اسم الدواء ما بلعبش باسم الدواء بسالك على الروت بتتاخد ازاي وطريقته ايه. هنا هحط لك حاجه اقول لك الميكانيزم بتاعه ايه. بص على المثال الثاني ايموليا عارف ايموليا اسم ايه بقى البنات عندنا اكثر من الولاد عارفين زبده الكاكاو اللي بتحط على الشفايف دي عندنا في الطب اسمها ايموليا اي حاجه بتحطها في اي حاجه تحطها على جسمك عندي اسمها دواء يا باشا. الشاي عندي دواء الشاي اللي بتشربه انا مصنفه انفيوجن الشاي ده انفيوجن وشاي تهاوي وكونديكوكشن اسمع كل حاجه اي حاجه اللي كفو بره ده زبده الكاكاو زبده اللي هي اللي عندي مش عارف. طب استنى هو الستات بيحطوا زبده الكاكاو ليه؟ عشان يحرقوا بلاش هو ساعات لما يبقى في جلد ناشف في رجلك او في ايدك مش هتحطوا كريمات بتتحط عشان ترطب الجلد اهي الكريمات المرطبه للجلد كلها اسمها ايموليا يعني حاجه مرطبه للجلد حلوه ليه؟ طب ده احنا عندنا عينه والله جايبين لك بتاعت ايموليا جايبين من تحت المقلوب اصل انا كاتب الاسم ايه دي بس يعني لازم الطبع يتحط بالبرتقالي ولا مش عارف راح يتحط بالمقلوب ولا مش عارف فين وشها من ضهرها يعني هو لازم يتحط بالمعدول اجوال وانت حاطه له نايمه نايمه على جنبها مكتوب كوكو وبطل هو زبده الكاكاو هيقول لك ده في المحامين هو كاتب لك كوكو وبطل هقول لك
جايين لك طبق طباعة بيقول لك والله عايزين تكون الميكانيزم بتاعي او الايمونيا هو عرفه له يعني ايه يبقى الامثله اللي عرفه البارافين برضه موجود عارفين البارافين اللي هو عارفين حاجه من الاجهزه الفاسدين سموه فاسدين الايمونيا حاجات مرطبه يعني الزوبر يعني بدايه خدنا كلمه الزوبر زوبر فاكر للشاربول فاكر اللي بيستمع في اي ربع فاكر في الضيارية لما قلت لك انا ممكن اوقف الضيارية ان انا ازاي اطلع قد زور بقى للشاربول تنزل تعمل الزور مش عشان التوكسن اهو امثلتها كان امثلتها للشاربول اهو الراجل بيقول لك اهو الزور بقى يعني مواد بتمتص السموم زي البحر اهو انا جايب لك اقراص بحر خد بالك جايب لك اقراص كده انا كاتب لك عليها الشاربول اهو لون اسود انت مش بوم اسود ولا كروهات هذا انا كاتب عليه لا انا هنكتب على الشرطه والله هنكتب على الشرطه هنكتب على الشرطه واسالك ان الشرطه ده ايه الميكانيزم بتاعه يبقى انت الله يخليك معانا هناك اول محطه كتبت اسم الدواء وقلت بتتاكد ازاي وسالت عليه ثاني محطه لا ثاني محطه انا بسال ازاي على الميكانيزم بتاعه شغال ازاي طيب واحد هناخد بس ايه كده الصفحه دي عشان هنخلص او نكمل بس هي كلها استرينجر تسمعوا عن في الجراحات لما تيجي تشتغلوا جراحات خصوصا النساء ساعات وانت بتعمل جراحات بسيطه والعيان نزف يعني ساعات بيكوي النزف الحته اللي بتنزف بيجويها بحاجه اسمها سيلفر نيتريت ماده كده سوليوشن اسمه سيلفر نيتريت تحطه على الجرح يقوم عامل بريسيبيتيشن الدم اللي طالع يعمل له بريسيبيتيشن ويقفل الجرح اي حاجه تحطها على الجلد تعمل لك بريسيبيتيشن للسيرفيس بروتينز اللي هو الدم يعني وتقفل الجرح اسمها استرينجر ريأكشن امثلتها زي ايه وايه وايه نجيب لك واحده من دي الكحول عارف انت بتحط السبيرتو على الجرح ليه مش عشان بس يطهر السبيرتو اللي هو الكحول بيعمل بريسيبيتيشن للايه للريد بلاد سيل فالجرح يقفل السيلفر نيتريت نفس الكلام هنجيب لك واحده من دي ونسالك في الدي ان ايه هي المكان ايه يعني ايه ديفينيشن اوف استرينجر واستخداماتها ايه الايرتنت نفس الكلام المعرفش الكاونتر ايرتنت نفس الكلام بس اقول هنا كلمه اتغيرت ايرتنت وكاونتر ايرتنت هما حاجه واحده ايرتنت وكاونتر ايه حاجه واحده الاول ايرتنت يعني ايه حاجة لو اتحطت على الجلد تعمل لها ايريتيشن حلو هو انت بتستخدم ده في الطب؟ يا باشا النهارده اللي عندهم روماتيزم رجله بتوجعه يروح للزهاده يقول له عايز اي مرهم للروماتيزم يقوم يديله مرهم عارف المرهم في ايه؟ المرهم ب 70 جنيه في ايه؟ الماده دي هتزودوها لان الكتب هنا في ماده اسمها كابسيكا حطوها مع الايرتا كابسيكم الكابسيكم اللي هو الشطه الشطه من 200 جنيه عند العنطرين عارف يا باشا عارف يا باشا لما تجيب الشطه دي تحطها على اي بيت وتعالها كده تبقى عامله ايه؟ ارهاب الاريتيشن يعمل ايه في البلاط في لوجو؟ عشان السخونيه ولا لا؟ يقوم الوضع ضايع يبقى دي اسمها كده كده يبقى دي لها الزوج دي مش كابتن ولا ده مش عارف ايه؟ طيب كاونتر ايرتنت بقى كاونتر يعني ايه؟ لا هقول لك هيجيبها لكم اللي هو ايرتنت دي مش هيجيبها هيجيب اللي بعدها اسمها كاونتر ايرتنت كلمه كاونتر ايرتنت هي ايرتنت بس انت بتحطها في مكان علشان تضيع الالم في مكان تاني هقول لك ده امثله ايه ده اللي هنجيبها في الامتحان استنى سمعت حاجه اسمها اللي عنده مثلا ساعات وجع في ظهره يحط لزقه للظهر ساعات كده هل تعلم بقى هل تعلم ان انا ساعات احط اللزقه في مكان عشان اضيع الوجع في مكان تاني خدتوا حاجه في الريسيرش ده فيها ايه؟ كنترول فيهم؟ ايه الكنترول يعني الاول وجع المراره بيجي فين؟ اليمين بيجي في الجسم اليمين طب انا لو عندي وجع في المراره وعايز اضيعه احط اللزقه اللي فيها كابسيكم دي على جسم اليمين تقوم عامله ايريتيشن الايريتيشن ده يضيع الالم اللي جوه ده دي بقى يسموها كاونتر ايريتيشن فهو ده الديفينيشن يعني بس الموضوع تمام يبقى انا عندي بقى من العينات اللي جايه لك لزقه احنا شايلين لزقه اسمها لزقه النمل لزقه النمل فالدكتور حسين بيقول لي حط له اللزقه واتقلب عليها قلت له والله بيعرف اللزقه دي بتاعت ايه طب ما جاي يقول لك نايتو في 3 قال لي النمل قلت له النمل برضه مش عارف النمل ايه يعني النمل ايه قال لي خلاص اكتب له عليها كده
كم يعني دول؟ ما أنا بقولهم كم دول؟ هو الراجل ايه؟ هقول لك ايه وصل بوزيشن كامل وصل بوزيشن انا بدي واحده عشان طيب السؤال كيراتوليت في ايه؟ كيراتوليت تكوين الجلد. طيب ميلانايزن برضه على فكره الحاجات دي كلها بتلاقي جلدة بتلاقي جلدة ميلانايزن اللي هي الحاجات اللي بتلون الجلد مش ساعات تلاقي ممثلة طبعا بتاخد جايزة اوسكار تلاقي لونها لونها برتقالي برتقالي لا دي حاجات بيحطوها الجلد عشان تعمل تاني فهتسموها تاني. طب احنا بقى ما عندناش الكلام ده حاطين لك ماده واحده اسمها خلين. خلين خلين ده طبعا ده بس مشكله الخلين ده لو حطيتها على الجلد عندك تغمق الجلد اي حد فيك عايز يغمق جلده لو انت بس عايش في كنبه وتحقق انك ابيض قوي والله يقول لك بيجوا ياخدوا حمامات شقه خد يابا تعالى لو انت زهقان قوي حط الخلين ده فممكن الراجل عارف احنا بنتكلم في ايه؟ بتكون على مرض اسمه فيتلايجو. فيتلايجو اللي هو البهار اللي هي البقع البيضاء اللي بتبقى الناس دي لو حطيت عليها الخلين ده يقوم ملون المنطقه فما بتبقاش دي اسمها من طب دي من الميلانايزنج بقى الكريمات اللي بتفتح البشره اللي هي بتضيع ماشي. طيب كليتنج ايجنت كده سؤال برضه دي كلها في خطه واحده كليتنج ايجنت لو استخدمت اي توب تفضل الشرع السنه الجايه اي حد بيستخدم باي حاجه بيديله حاجه اسمها كليتنج ايجنت. كليتنج ايجنت يعني مواد تاخد السم بطريقه معينه عندك ماده اسمها دايمر كابرون هتجيب لك حضرتك هتجيب لك علبه كده انا حاطط فيها ميه بالحنفيه والله حتى البنت اللي بتقول لي بقول لي اديني شويه ميه اصل الدايمر كابرون مش عندنا في الاسم يعني انا بس عايز اجيب لك حاجه كده واكتب انا هكتب لك دايمر كابرون فالبنت بتقول لي ليه؟ قلت لها عشان بس اعبي الحقنه دي انت بتجيب لك ميه معقده وبتاع دي قلت لك ميه عندي ميه يعني انا هكتب لها اهو على دايمر كابرون هنسال بقى الدايمر كابرون ده تعالج قلبي توم اه يا باشا بعالج الاردنك الاردنك اللي هو ايه؟ الزهنيك ميركوري ميركوري اللي هو ايه؟ الزئبق الديموني الديمون. طيب عارف ده بيعالج ازاي؟ الدواء ده فيه اس اتش جروب بتاخد السم من اس اتش جروب المهم يعني يبقى عندنا كل اسم دواء وبيعالج انهي سم والميكانيزم بتاعه ماشي يا كده؟ بس خد بالك انا مش هجيب لك دواء واسالك انا هجيب لك دواء واكتب لك عليه اسم انت بقى عارف الاسم بقى يا بطل تبقى عارف دايما كابرول دي بنسلمين وكذا. دايلوشا مش عليه انا جناح انا لابس لابسات مش بيرفكت يعني تدخل على سيكشن خمسه وتسعه خمسه وتسعه لا مش خلاص حاجه انا قدامي خمس دقايق بص هقول لك ليه هنكمل بكره خلاص سيكشن اربعه ما فيش خلاص دايلوشا ما فيش عليه لو السنه الجايه السنه الجايه ولو طلعت بره البن الموديل بقى فيه انك لو دخلت في البن الموديل بيفضي يعدينا علامه بره البن بيدينا علامه عايز تفشخ لو بره البن يعني خمس درجات انت راح قدام وريني الثاني راح فين اول ما تطلع بره طيب كده انتوا حطيتوا حاجه السكشن 5 و6 دول حالات فاكرين لما كان الدكتور هشام بيجي يعمل حاجه اسمها راوند تيبل كده اتفقنا بقى ده مش عملي ده مش تبع امتحان عملي ده ممكن يجي لك حاجه من دي تبع ورقه الجيش اللي هي ب 50 درجه ولسه شاكين في الموضوع يعني لسه مش متاكدين سكشن 5 وسكشن ده نجيبه تبع ورقه الجيش ولا لا؟ خد بالك انت كلام نظري كله بس احنا لسه مش متاكدين. طب يا باشا من اول بقى من السبعه سبعه اللي هي سكشن سبعه ده بقى الفيرش ولا ايه؟ انا هسيب بس دقيقتين ونكمل بكره دقيقتين بالظبط وكمل عشان نتكلم معاكم مره واحده.
الفيرجوال لاب كام تجربة عندك؟ قد معايا كده اختبار الاتكال واحد قد معايا اهي اثنين قد معايا ثلاثة أربعة انزل اللي بعد لا اللي خلاص لحد أربعة بس أربعة بس اشطب بقى على اللي بعد أربعة اه ليه؟ احنا عندنا برنامج صغير كده هلالي دكتور برنامج واحد مين هحطلكم على مجموعة على الجروب النهارده اللي عايز هو على الجروب الجمعة برنامج تحمله على الويندوز اللي هو الجروب النهارده البرنامج ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تجارب يعني حاجات كده متسجلة بص يا ليه بالراحة كده والنبي بص بقى استنى والنبي احنا خدنا اول محطة اللي هي دوزج فور ورو صح؟ ثاني محطة اللي اسمها لوكال اكتف اللي هي الاسترينجنت والكوشيرا ثاني محطة اللي بقى اسمها فيرشوال فيرشوال ايه بقى الفيرشوال لاب؟ المفروض التجارب دي حضرتك بتعملها على الكمبيوتر بايدك المفروض يعني لو في برنامج محترم وعندنا لاب تدخل اقول لك والله وريني ان الادرينالين ممكن يوطي الضغط وريها لي بالكمبيوتر يعني بس الان البرنامج تعبان الوضع مش احنا خالص فقلنا طب هنرسم للطلبه الكيرف ده واساله على خطوه فيه يعني حاجه على اتعلم على الخطوه عليها سؤال ودي اسمها ايه فيرتشوال فرجعوا قالوا ايه عامل الكليه ايه قال الله طب انتوا معطليننا ليه طب ما تسالوهم في صاله الامتحان فوق ما ترسم له الكيرف وتساله بس هو كده العميد بيبعتنا صح؟ لا ده بيبعتنا لان لما معنى ان احنا نعمل امتحان عملي فوق في الصاله معناه انه مش عملي معناه انه نظري احنا عملي قلنا له لا الطلبه لازم يجيبوا لنا كده ما اعرفش في الصاله فوق قال طب يعني الكيرف ده ممكن يترسم ولا لا ما ترسمش ده بتحط على الشاشه ده بتحط على الشاشه وطالع منين يعمل ايه طيب الكيرف طالع هو كده هو معمول له عمل يعني المهم يا باشا من الاخر الكيرف بقى تصفيته ويطلع كلمات دول اربع كيرفات على الاوتونوميك فاكر شابتر الاوتونوميك استنى بسرعه كده دقيقه دقيقه واحده اشرف لك بس دقيقه واحده بص كده لما تدي ادرينالين والنبي خليك معايا عشان بكره بس اكلك البرنامج ونعمله سوا اما تدي ادرينالين لقطه متخدره ولا كلب متخدر ده اللي يحصل ده ايام الله يبقى صح ويرجع تدي الادرينالين صح هو بيرجع تدي ليه ضغط الدم بيرجع تدي ليه سرعه عشان ال قال له الادرينالين بيكسر دماغه وكم ده دقيقه طيب حلو بص بقى ليه لو جيت هنا اديت الفا بلوكر ركز معايا الناس لو اديت الفا بلوكر واديت وراء ادرينالين هيعمل ايه؟ ايوه افتكر ان الادرينالين كان له الفا وايه هنا؟ بيتا 2 بتعمل بازو والفا بتعمل بازو طب هو رفع الضغط عشان دي؟ طب لو انت قفلت له الفا ودي ادرينالين بعد الالفا يوم عامل حاجه بقى لبيتا هذا الموضوع هو هيجيب كيرف ويسال عليه ايه ده السؤال من نوعيه ايه؟ السؤال من نوعيه ايه؟ اول سؤال هو ليه الادرينالين على رفع الضغط؟ طب انت كده بتقول ليه رفع الضغط؟ اقول له يا باشا اصل راح عمل بازو كونستريكشن على قلبك وكمان عمل زود الكارديك اوت بوت على البيتا واحد. السؤال الثاني طب هو الضغط رجع تاني طبيعي ليه من غير دمه؟ اقول له عشان اتكسر دماغه كله. السؤال الثاني طب انت لما اديت ادرينالين بعد الالفا بلوكر هو الالفا بلوكر هنا حاطط حاجه اسمها ايربوتامين. فاكرين حاجه اسمها ايربوت الكالون اللي كانت متصنفه تبع الفا بلوكر فهو حاططها كانها الفا بلوكر يعني يقول لك طب الادرينالين عمل قول له يا باشا اصل انت قفلت الالفا اللي كانت بتعمل بازو كونستريكشن ما عادش قدامي غير بيتا واحد وبيتا اثنين ولا يا طيب ما هي بيتا واحد دي بتاعت الكارديك اوت بوت انا قلت لك زمان لو دخلوا في تحدي بيتا واحد وبيتا اثنين مين اللي يكسب؟ يعني دي المفروض بيتا واحد المفروض بتزود الضغط صح؟ ده الكارديك اوت بوت بيتا اثنين بازو ها؟ بيتا اثنين لو دخلت في تحدي مع بيتا واحد بيتا اثنين بتغلب لانها ماليه جدا فبيحصل وول اوف بريزر ريزيستنس اهو ده كده ايه؟ يعني مثلا انا عملت اول مره عملت اول مره بعد كده
الكلام ده بقى يا بني احنا ايه احنا اختلفنا عليه في الموضوع لان الطالب عشان يوصل معايير في 5 دقايق يقعد يعمل الكلام ده 5 دقايق وكده هتبقى طبعا استلمت وتعدي الجهاز يهني وتعدي ما اعرفش ايه والمحطه فين طيب يا جماعه اعملوا حاجه على عباره عن انت بس تاكد انه مسؤول خلوه عشان ما نتكلمش في الطيران تاني حاجه بقى لو الدكتور حسين اصر ان لازم الطالب يعمل كده ويعمل مش عارف المعيدين المعيد واقف على المعيد اللي هيعملها يا بني لازم يقول كده هو يقول لي كمان اللي عملها يا بني ما انا بقعد صابين بكره هجيب انا البدال بقول لك حاجه تعملها ازاي والله بس انا بفضل لك مين دلوقتي اللي المعيد هو كلها مش هديله طلب انا بكره يا شباب تحبوا نكمل بكره؟ طيب نجيب بقى البرنامج بكره ونشوف نعمل ازاي